ما قدرت افز على المطبخ لحتى اطمن كل شيء تمام، كل شيء منيح، كله عم يتحضر مثل ما لازم يتحضر، وطبعا اكيد ورشه ملح وعم يجقرني. بيسلم عليك بيزمارك وبيقول لك انه هو من جوني. ورشه ملح. صباحكم بالخير من جديد، معنا خمس دقائق، خلونا نشوف الشيف شادي كيف ركب هالوصفه باي طريقه. نرجع منعيد، منشوفها، منكتبها، نتعلمها، وبعدين بدنا نطبقها. صح، مزبوط 100%. انت كمان لك خاصة بالموضوع. اوكي، بسرعه فيك. انا اول شيء عملت اللحمات على طريقه كمان الشاورما، اوكي، يعني قطعناهم هيك بالطول مع ملح وبهار وشويه كمون، وحطينا عليهم اخر شيء شويه صغيره من الزنجبيل. انا من الراس، اوكي. هلا هون عندي مقلي، هالمقلي حامي، حطي ايدك عليها. اوكي، بسرعه فائقه لك. انا عندي شويه ملح بحطهم على المقلي هيك شوي حتى ما تلزق عندي البيضه، لانه الملح بتشرب رواسب السائل الموجود بقلب المقلي. انا رح شوفك من هونيك خي، بس رح على الطاوله لجاي غدا غدا بعد شوي سينما. يلا يعطيك العافيه شيف. ليك وين، هون انا حطيت كمان بيضتين مع بعضهم، اوكي، لانه بدي اعمل هيك رغيف اكبر. طلعوا كيف صارت، بنخليهم هيك وبنروح بنجيب كان الملح هون، راح لهون الملح، ما بنحطه على الصفار، لانه اذا بنحط الملح على الصفار ببين عندي هيك نقط مش كتير حلوين، لانه بيدخل الملح بقلب الصفار. وبنجيب شويه بهار بنحطهم هيك، لكن شو حلوين هالفلفل الاسود الملان وبوافر، حطه على الصفار ما عندي مشكله، بس الملح زيحوه عن الصفار. ننتقل على يمين الشيف شادي. يمين الشيف شادي بيقول رغيف من الخبز او البيتا او الخبز اللبناني العادي. عندي كريمه كمان الزيتون، ليكوا شو حلوه الترويقه بسرعه، كريمه الزيتون على الخبز بطريقه كمان كتير حلوه هيك، طلعوا كيف. وبنجي نحن بنحط هذا الرغيف على قلب مقلي على نار خفيفه او بالفرن، اوكي، يعني بنشيل هيك طلعوا كيف، وبنحطها على نار خفيفه جدا جدا جدا. انتقل لهون، بندوره بسرعه، ملح شوي صغيرة كمان من النعنع اليابس بهالطريقة، بجيب لها شوية زيت زيتون وصارت كمان جاهزة عندي، وفيني كمان تبلها بأشياء كتيرة. طلعوا كيف، وبشيل شوي صغيرة منها وبنحطهم فوق الزيتونات معي. يلا بهالطريقة كمان الحلوة هيك. بنتقل على جبنة الفتة، كمان نفس الموضوع، شوي صغيرة من الزيت مقطعة، ومنحط لها اي نوع من البهارات حتى بس ناكلها لوحدها. يعني انا اليوم رح احط لها شوي صغيره، انا عندي من الكمون شوي صغيره، من الهيل وشوي صغيره من الكزبره، ونتفي صغيره من الملح اذا ما كانت مالحه. انا عندي اياها اليوم جبنه فتة حلوه، برجع بزيد شويه زيت لانه حطيت نتفي صغيره من الزيت، وكمان بهالطريقه انا بخلطها صار عندي جبنه الفتة بالاعشاب او بالبهارات، كمان نفس الموضوع. واو، هيدي اكيد مش بس رولا رح تحبها، غدا رح تموت عليها. طلعوا شو حلو هيك، كمان هون صار عندي. هلا فيني اكل خبزة البيتا اللي هي خبز العربي فينا نسميها بالزيتون بس، او بالزيتون والجبنة، او الزيتون والفتة والبندورة، او الزيتون والفتة والبندورة واللحمة، اوكي. طلعوا كيف، شيل اللحمة عليها. واو، هيدا اللحمة هون، طلعوا شو حلوين، صار اكيد صرنا مثل كانه عم نعمل بيتزا. وفينا كمان ناكلها على طريقه بيزمارك اللي هي كمان بهالطريقه الحلوه اللي هي هون. اولا النار شوي صغيره يا شيف شادي، طلعوا كيف انا عندي البيضه طلعت والصفار موجود، ومنروح على يمكن وصفة بتعقد بتجنن، اعملوا معروف جربوها اليوم، اوكي، وخبروني بعدين قديش ممكن تكون. طيب رولا شو رأيك؟ شو رأيك؟ شو رأيك؟ بيزمارك بلسان بدني. لحظة بتتسخن هاي ولا بس تقطمها لبعدين؟ هي سخنها؟ هلا بتتكر، رح اترك لك البيضات ورح اكل انا كل الباقي. ميرسي. شو رأيك؟ لازم نعمل شيء مش مسموح. على كل حال سلم هالايدين وهالروايح، ثانكس. وصلنا لفكرة سينما مع غيدا، شو مخبيتنا بهيدي الفكرة بنعرف سوا. عذاب عن جد، عذاب كل مرة أنا بوقف أتحمل. عملوا شيء بهالفقرة،
جيبوا حدا محلي بس ياخد. لكل الجوعانين بنصحكم تسكروا التلفزيون لأنه رح تجوعوا أكتر. ورشة ملح. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بورشة ملح. وصفة كتير حلوة اليوم اللي هي كبة بلبن. بس قبل ما أتطرق على الكبة بلبن ونروح نضطر نبلش بالكبة باللبن، رح بس هيك أعطي نبذة صغيرة عن موضوع الوصفة اللي عملناها قبل اللي هي البيزمارك. أوكي؟ وقبل البيزمارك رح أقول شغلة. التحديات اللي عم بيصيروا على صفحات الفيسبوك بعالم المطبخ على الفيسبوك ورشة ملح عم يصيروا بوصفاتكم، يعني عم تتحدوا بعضكم. مش واحد يفوت على الساحة ويروح على الانترنت ويكب وصفات ويكب شوربات، لا بدنا انتو تعملوا الشوربات بالبيت لأنه شغلة غير بتنعرف، وأنا تحت أمركم بكل شيء. شكرا كثير لكل العالم اللي عم يشاركونا وكل العالم كمان اللي عم يحضروني، انا كثير بشكركم لانه عن جد عم ناخذ ثقه كثير كبيره. قبل امبارح اللي حضر كمان اخصائيه التغذيه اللي كانت موجوده معنا قالت شغله كثير مهمه ونحن هلا بدي علق عليها شوي صغيره، انه ما لازم نغسل البيض لانه البيض بيكون موسخ اكيد من برا، بس نغسله بيدخل على قلبه لانه في عنده البيض مثل ثقوب صغيره نحن ما بنشوفها بعين المجرده، بيدخل او تدخل البكتيريا من برا لجوا بس نغسل البيض. انا مش انه ما اقتنعت او انا بدي احط حالي اعمل محامي الشيطان، يعني انا احط حالي محلكم، انا بعلمكم شغله بقلكم عن شغله، انتم بتقعدوا معقول يكون معه حق، معنا كمان بعمل مثلكم مرات، معقول يكون معه حق الشيف شادي، معقول يكون معه حق هالاخصائية التغذية، شو لازم اعمل انا هون بس اتحير، بدي اسأل، بدي اتصفح، بدي روح جرب، بدي شوف. حتى انا اليوم الشيف شادي اذا ما عندي معلومة باخدها بروح بتأكد منها اذا مزبوطة طيبة منيحة بنت عالم بعملها، اما اذا لا بالاخر بلاقي انه المعلومة غلط وممكن كمان يكون ايام غلط، ساعتها بقول هالشيف عم يعطينا معلومة غلط أو الأخصائية التغذية. فنحن خلونا دايما نعطي مجال مرة ومرتين وثلاثة لكل شخص بيطلع على التلفزيونات أو بيكتب بالمجلات أو بيطلع على الراديو، نعطيهم شانس للعالم كله، لكل الإعلام، لكل الأشخاص بيطلعوا كمان بيحكوا أو بيكتروا حكي أو بيعطوا نصايح، نعطيهم كمان مجال على القليلة مرة ومرتين أوكي تنشوف إذا معهم حق ولا لا، يعني ندرس الأفكار. يلا بيزمارك. انا حطيت اليوم رغيف خبز دهنته بزيت الزيتون، دهنته مش بزيت الزيتون، بالزيتون المفروم، يعني زبدة الزيتون بيوري الزيتون، يعني بجيب انا الزيتون بطحنهم، فيني اخلطهم كمان، انا عندي اياهم هون، فيني اخلطهم مع زيت الزيتون شوي صغيرة او مع الزبدة او مع ايام الكريمات، وفيني اخلطها مع اللبنة، بس اللبنة مع زيتون، يعني انا كمان فيني اعمل الكريمة من الزيتون. وبعدين حطيتها على الغاز شوي صغيرة، حمصت هالخبزة وحطيت عليها ستيك أو لحمة بتعقد شقف، بندورة مطعمة بالحبق أو بالريحان أو بالأوريجانو، وبعدين الفتة، وبعدين البيض على طريقة بيزمارك. أكيد هلا كتير منكم صاروا يعرفوا ليش شيف شادي اليوم علق على موضوع بيزمارك، لأنه عن جد وصفة حلوة اليوم. بس هذا مش معناتها لازم نركب مليون شغلة مثل الشيف شادي فوق بعضهم، هيدا لا، بس انا اعطيت افكار. ممكن تاكلوا هالخبزه بس مع الزيتون، بس مع الزيتون والجبنه، مع الزيتون والجبنه والبندوره، مثل ما بدكم. يلا الزيت انا عندي اياه حامي هون، اليوم انا رح بلش بوصفتي شوي صغيره بالقلب حتى نقدر نلحق لها للوصفه. الزيت يمكن صار عندي حامي، انا عندي الكبه اللي انا عملتهم قبل بشوي صغيره، هلا بدنا نحكي اكيد عنها. رح نشوف نحن، انا رح احط هلا هون شوي صغيره من الكبه، نشوف اذا كان الزيت حامي، وراح البس اكيد كفوف لانه كمان جرح ايده الشيف شادي يا حرام. اوكي هون قدامنا شو في؟ 2 كوب يعني حوالي 320 350 جرام من البرغل الناعم، ممكن يكون ابيض ممكن يكون احمر، نقعهم بالمي صار لي ساعه لكن اني هون قدامنا. هون عندي 300 جرام ب شي 320 جرام، يعني دائما كل كيلو من اللحمه بده كيلو 200 جرام للكيلو ونص من البرغل الناعم الابيض او الاحمر. بنقعه قبل بساعه للبرغل، وبعدين في شيء اسمه كموني، في شيء اسمه انا بطعم اليوم، وبطعم اليوم مين؟
الكبة، فين يطعمها بالنعنع، فين يطعمها بالريحان يعني بالحبق يعني بالبيزل، فين يطعمها بالأوريجانو، فين يطعمها بالبهارات مثل ما بدكم. أنا مش كتب لكم بشو بدكم تطعموها، رح فرجيكم أنا اليوم بشو بيطعمها، وأنتم بعدين اعملوا طريقتكم ذوقكم بالأكل. بس أهم شغلة كيلو 200 جرام من البرغل المنقوع بالمي. أنا بس أنقع المي ببكون كبيت المي بعده، البرغل بيحتوي على القيمة الغذائية كلها، بس بيكون شرب مي تيقدر يعمل لي العجينة مع اللحمة. كيف عنا الكبة؟ جاي لعندكم. قبل ليكوا شو أنا رح أعمل، ما رح أعجن بإيدي أنا، مع أنه فيني أعجنها بإيدي أو دقة بالجرن إذا كنا بأي منطقة أو ستنا عم تسمعنا أنت بتعملي كمان الكبة بالجرن، شغلي كمان كتير طيبة، يا ريت بتعزموني شي مرة على الكبة بالجرن، أنا بروح. أو كبة صغرتوية بالشحم يا ماما شو طيبة. أوكي، أنا عندي هالكف هيدا، وعندي كمان هاللحمة 300 جرام، وعندي كمان هالبرغل المنقوع الأحمر أو ممكن يكون أبيض منقوع من حوالي ساعة، كبيتين يعني حوالي كمان 350 جرام، طلعوا كيف هيك. وببلش أنا هلأ بدي أعجنهم، رح فرجيكم أنا كيف كمان تنعمل كمان العجين. خليكم هون، رجع لك يلا هون هيك، غسل إيدينا شوي، ننظف قدامنا طريقة كمان حلوة. أوكي، وهون بلشت كمان أنا عندي تنعمل شو؟ تنعمل العجينة. خلينا هلأ نروح لهونيك ونقلي الكبة وبعدين بنشرح عنها، رح نشرح كل شيء رح نشرحه اليوم. يلا بلشنا، رح نشيل أول شغلة، رح شيل شقفة الكبة اللي أنا شو قليتها مشان نشوف إذا كان الزيت أنا عندي شو حمي. وهلأ نبلش نقلي التانيين بس تنشيل الزيت على النار. أوكي، وحدة ممكن تكون كمان الكبة فينا نعملها بهالطريقة، صغيرة أم كبيرة، ونحطها وين؟ ونحطها بالفريزر، ونشيلها من الفريزر متلجة ونحطها دغري بالزيت من دون أي مشكلة. هيدي الشغلة بتعرفوها، كما أنه في أشخاص صاروا بيشوي الكبة بالفرن، كما في أشخاص أكيد وكلنا بنشوي الكبة على الفحم، فاعملوا اللي بدكن إياه. وفي عالم بيحبوا بالكبة بلبن أو الكبة الأرنبية، يسلقوا الكبة يسلقوها بالمي ويدفوها على اللبن، وفي عالم بيحطوها دغري باللبن، يعني ساعتها ليكوا كم طريقة فيه حسب الإنسان شو بيحبها. أنا شخصيا بحب الكبة تقرقش تحت سناني أنا وعم باكلها، فمن المفروض اقليها، مع أنه قليها مش صحي مثل شوية. أوكي يا شادي هون، وهلا عم نقلي تنقدر نشيل الزيت ونشيل نحنا من قدامنا هالصحن، وانتقل أنا هون كمان لا للمقلي اللي عندي انا، ولع تحتها تأعمل فيها الحشوه. لكن هلا انا عندي الكبه هونيك، انا عم ينخلط البرغل مع اللحمه، بدنا نضيف لها هلا البهارات تبعولها، وفيكن اكيد تضيفوا بصلي بقلبها مثل ما انا رح اعمل. رح انا انتقل هلا لهون شوي، رح شيل هيك، رح جيب سكينتي وتطلع كمان انا هون شو صار. واو بلشت تنعجن عندي، هلا بنرجع عليها بعدين، خلوني بس طفي نتفة صغيرة اوكي حتى ما نعجق حالنا، ونرجع على العجينة. انا ما رح استعملها، انا عندي عجينة جاهزة لانه ما منلحق بقلب الحلقة، بس نفس الموضوع انتم بتجربوه كمان بالبيت من دون اي مشكلة. انا عندي السكين هون، رح اخد انا كمان اول شي رح بلش انا بالبصلة هون عندي بالنسبة للحشوة، طلعوا كيف منقصن البصلات قد ما فينا يكونوا هيك ناعمين. خلونا نطلع كمان هلا على الكبة كيف صارت، وصلنا هون سوري، طلعوا كيف، يا سلام. بلشنا نقلي الكبة، منشيلها ومنشيل الزيت معها، بس الكبة تصير لونها حمرة. وحتى إذا بردت الكبة ما عنا مشكلة، بعدين رح نحطها باللبن اللي بيكون سخن وبيغلوا مع بعضهم آخر شيء على قليلة 5 دقايق، ما تعتلوا هم. ليكوا كيف هلا أنا بلش الشيف شادي، البصلة ناعمة بهالطريقة. كمان عندي السنوبر، كما انه فيكم تحطوا بقلبها، في اشخاص صاروا بيحطوا بقلبها كمان من الفستق الحلبي، طلعوا كيف يا شيف شادي هيك من كمان، وبنجي بنفرم ناعم ناعم. زيت زيتون بالمقلي، طلعوا كيف عنا زيت الزيتون، واكيد اللحمه اطيب اذا كانت لحمه غنم، يعني لحمه مدهنه، لحمه ضاني للحشوه اطيب واطيب. بس انا عم بستعمل لحمي بقر هبره 100%، انتوا اعملوا بعدين اللي بدكم اياه. هون كمان بلشنا، يلا يا شيف شادي هون للحشوه. واذا بتشوفوا كمان على يمين الحشوه او يميني انا
هالبيضتين الحلوين اللي محطوطين اللي اخر شيء هودي اكيد منحصتي رح يكونوا، وهيك انا هلا رح خبيهم قبل ما تيجي رولا لعنا لانه جيعانه وناطره من 5 ايام مش اكله كرمال تجي تاكل هالبيسمارك. يلا هون يا شيف شادي هلا بننزل اللحمه بهالطريقه، وبنفس الوقت انا طلعوا كيف بلشنا على نار اخف شوي شوي شوي. انا لما بحطش اشياء المسقعه يعني برد عندي الزيت شوي، بس بنزل انا شوي صغيرين من الصنوبر طلعوا كمان هيك كمان بيحمروا معنا شوي صغيره وبصير الحشوه جاهزه، بس ناقصنا شو بعدين من المطيبات يعني. ها شوفوا كيف ليكوا شو حلوين. نعلي النار شوي صغيره لانه لما حطينا الاشياء المسقعه برد شوي صغيره الزيت اللي هي المسقعه هي اللحمه اكثر شيء، وبعدين شوي صغيره الصنوبرات يعني، وبنرجع لوين؟ على الكبه تبعيتنا. طلعوا فيهم واو بلشوا ها يحمروا. انا عندي برجع بعيد، كل كيلو من اللحمه المدقوقه مفضل او اللي بيعملوها اكثريتهم بدول العربيه او خاصه بلبنان بتكون لحمه غنم. اوكي كيلو لحمه مدقوقه للكبه بنشتريها، بنخلطها مع كيلو 200 جرام من البرغل المنقوع لمده ساعه بالمي، وبيكون المي شربت او البرغل شرب الميات. حطيناه بقلبها او بنحط لها بقلبها البصله، بنحط لها بقلبها الكمون، القرفه، الحبق اذا بدنا، النعنع اليابس، شو ما بدكم فينا نحط بقلبها. في عالم بيعملوا الكمون الطيبه مع الفلافله حلوه الحمراء، عالم بيستعملوا كمان مثل ما قلت الريحان اللي بدكم، ما عندي اي مشكله، بس مشكلتي هي بكميه البرغل مع كميه اللحمه. وهيدي الكبه فينا نحشيها، الحشوات ممكن يكونوا بصل، صنوبر، اللحمة مثل ما أنا عم بعمل، أنواع اللحمة مختلفة، فيها تكون دجاج، فيها تكون سمك، فيها تكون خضرة، والأنواع الكبة كمان بتختلف، يعني فيها تكون الكبة باذنجان، كبة لقطين، كبة بطاطا، يعني صرنا هول القصص صرنا بنعرفهم، بس اليوم كونه مطلوب الموضوع في عالم ما بيعرفوا كمان يعملوا الكبة، هلا رح نفرجيهم بعد شوي. خلينا أول شي نشيل الكبة يا شيف شادي هيك بنرتاح لأنه كثير خايفين أنا من موضوع الحركة والزيت. لكن اني هون حلوين شايفينهم اجملهم، بنشيلهم بنحطهم بالمصفاية على جنب، واكيد اذا اولادنا بالبيت بيخلصوا 5 6 7 قطع قبل ما يوصلوا لوين؟ على قلب اللبن، يعني هول بيكونوا خالصين، لانه من الشغلات يلي رائعة، يعني هيدي من الوصفة اللي انا بعتز فيها كشيف لبناني انه عندنا وصفات حلوة لهالدرجة وطيبة، لانه محل ما بعملها. اوكي يعني اخر مرة بامريكا دوختهم. يلا شلنا الزيت يا شيف شادي وحطيناه على جنب بعيد عن الاولاد وبعيد عن المي. زيحي شوي هون هيك طيب ما يسيبوا بعض. اوكي كفينا وصلنا كمان هون، حطينا كمان الكبه وهلا بنرجع للكبه. المهم خلصنا من موضوع كيف قلينا كبه، اوكي باي طريقه، كيف عرفنا الزيت انه حامي. كمان في عالم بيجوا بيحطوا كمان ملعقه الخشب بقلب الزيت بس تبلش تفقع، كمان بيعرفوا انه الزيت كمان حامي. حطينا زيت زيتون هون مشان نعمل كمان الحشوه، اوكي، وحطينا عليها البصل، حطينا كمان عليها اللحمه، حطينا عليها كمان الصنوبر، وهلا بدي بلش انا شوي صغيره من القرفه، شوي صغيره من الملح، اذا بتلاحظوا الملح عم حطه كمان بالاخر بعد ما سويت اللحمه نوعا ما، حط شوي صغيره من البهار الابيض وبلشنا نحرك. لكن ملح، بهار ابيض، شوي صغيره من القرفه، انا هيك قررت اليوم انه تكون الحشوه انا عندي. اكيد اذا بحط لك شويه سمنه بلديه بتطلعي اطيب، بس بدنا نضعف، عندنا مشاكل، الله يرضى عليكي. اوكي. وهون صاروا عنا جاهزين، كما انه انا عندي ليكو هون شو عندي؟ الحشوه جاهزه، لانه لازم تكون الحشوه بارده تا انا اقدر احشي فيها الكبه. نحن كثير من المرات بعالم المطبخ من قبل حشيناها هي والحشوه سخنه، بس كان في صعوبه علينا، اوكي، انه تضل مكمشي على بعض العجينه البارده تبع الكبه، فاحسن تكون بارده. فانا عندي اياها اليوم بارده لانه كان عندي وقت انه نحضر، اوكي، من دون مشكله، كما انه العجينه اللي عندنا كمان انا عندي اياها جاهزه، بس العجينه انا اللي عملتها عجينه الكبه نفس البقادير بس عملتها مع البرغل الابيض، يعني هلا بس نرجع نرتاح 3 دقائق ونرجع لعندي رح تشوفوا عندنا عجينتين، عجينه رح نشيلها سوا من قلب كمان
هلا عجينه بالبرغل الاحمر وهيدي عجينه بالبرغل الابيض. لكن نرتاح شوي صغيره هيك بناخذ شوية متنفس نتفه صغيره وبنرجع تنشوف كيف بدنا نعمل كم حبه كبه وكيف شو بدك تحط باللبن مشان تعمل الصلصه. 3 دقائق. راغب علامه. انا عاشق نوراني عاشق غرامها وسحرها. هيفا وهبي. مش قادر استنى يوم كمان ارجع بقى متشوقه. عايز اذا حاطه كفوف يعني انه انا بعرف اطبخ من الاخر يعني. ورشه ملح. هيدا الملح على الكبه. ها تفضل. وين صرنا؟ عليك شوي صغيرة. 1 2 3 4 113 حبة ملح. مرة جاي بعدهم أحبائي من جديد، أهلا وسهلا فيكم بآخر فقرة اليوم من عالم الصباح وآخر فقرة كمان بورشة ملح. عم نعمل كبة بلبن. شو هالمصيبة، كلنا بنعرف نعملها بس في أشخاص حتى لو واحد ما بيعرف يعملها اليوم أكيد رح ياخد فكرة، وفي أشخاص ممكن يعملوها بس ما يكون عندهم المقادير، لأنه أنا بعرف من الوالدي ومن مرتي ومن ستي ومن أصدقائنا ما حدا بيزين. عرفتي كيف؟ المشكلة وين؟ كله. المشكلة بس وين؟ دائما طيبة، بس المشكلة وين؟ مرة بيحطوا مثلا تقول كيلو 400 جرام، مرة بيحطوا كيلو 200 جرام، مرة بتشدني شوي، وكل مرة وأمهاتنا كلهم بيقولوا اليوم إنه يا كانت عندي الكبة هيديك المرة أطيب، وهيدي مش مزبوط أمي قاعدة تعمل هيك نفس الموضوع، لأنهم ما بيجوا بيعيروا، فنحن خلينا هلا نعمل شغلة. نعير؟ كل 300 جرام، يعني كل 300 جرام كل وقية ونص. قولي وقية ونص. وقية ونص. لا مثل 10 مرات قولي وعشر مرات. هيك بتقولي. وقية ونص. ونص. بدنا نحط لهم كوبين من البرغل الناعم الابيض او البرغل الناعم الاحمر. كوبين من البرغل الناعم الابيض او كوبين من البرغل الاحمر. اوكي. هودي شو بنعمل فيهم البرغلات اللي هن عباره عن حوالي شي 320 جرام 340 جرام، نجي بنحطهم او عم تشوفوا كمان الوصفه كمان قدامكم، نجي بنحطهم بالمي اللي بننقعهم، يعني بمعنى خلينا نكون نحن هودي برغل مش مزبوط؟ مزبوط. هو 2 كوب بنجي بنحطهم نحن هيك وبنجيب عليهم المي. اوكي. هني هلا هيدي مي، هيدي مي، هذا مي بالمبدا، مي مبدا، هيدا مي هيك طلعوا كيف، لانه في عالم بيسالوا قد ايش مي، هيدا مي. اوكي. اوكي. وبنحطهم لوحدهم هيك هون شي حوالي الساعة، بعد ساعة بنخلطهم مع شو؟ مع اللحمة. برافو عليك، صارت هيك. هلا طبعا. انا حطيت لها بصلة ناعمة هلا شوي صغيرة، انا حطيت لها بهار، كمون، بتحطي لها كزبرة، بتحطي لها فلفل حلو، بتحطي لها نعنع، بتحطي لها حبق، بتحطي لها اللي بدك اياه بقلبها، ساعتها حسب امك شو بتحب، حسب امك شو بتحب، حسب المشاهدين شو بيحبوا من دون اي مشكلة. 100%. اوكي. واذا ما بتحبي شيء ما بحط شيء، ما تعملي كبة. ما بتطبخي اساسا. بالخص. اوكي. لك انا هون رح اجي اعبي مي، السبب هو انه بدنا نغطس ايدينا بالميات حتى نبلش نعمل الكبات. اوكي. يعني نحن هلا مجبورين يعني. مجبورين. نعم نعم. لا انت حطيتي كفوف ولا لا؟ هيك قالوا لي. اوكي. الحشوه اللي ما كان معنا صار معنا زيت زيتون، بصل مفروم، حطينا بعدين السنوبر واللحمه، عم تشوفون كمان على الهواء هلا بيعقدوا بيجننوا بس حلوين، تكونوا غنم بس بتعرفوا انه اذا كنت انا ورولا واذا انا بدي البق. نعم. بدي قلبق انه يكون شخص منيح. اوكي. ضعيف هيك مثل الخلق، فانا ما لازم اقرب على الدهون كثير، فانا اليوم كمان عم بشتغلها بطريقه كثير صحيه، زيت زيتون ما استعملنا زبده مع انه السمنه ليش ما اطيب السمنه؟ ليه؟ رحمة صحة. سمنه بطرابلس كيف؟ سمنه نائية. اوكي. اللحمه بالباترون كيف؟ روعه. اوكي. لكن الحشو صار جاهزة عندنا، نحن منطعمها بالبهارات إذا بدنا، بالقرفة إذا بدنا، بالزنجبيل إذا بدنا، شوي أكيد من الملح، وصار عندنا إياها جاهزة، بس عندنا إياها نحن هون باردة، ونحن بدنا إياها باردة. بدنا إياها باردة. إيه، لأنه إذا كان بدنا إياها سخنة بصير في عندنا صعوبة نشكل عندنا الكبة. أوكي؟ أوكي. صحن يا شيف شادي نحن هون، صحن كبير، ومنبلش هلا نتفة صغيرة. منبلش. أول شيء بنروح بإيدينا، نشيل هيدي لورا هيك بليز، أعملوا معروف يا شباب، بنغطس ايدينا بالمي، بنجي نحن هيك، بناخذ نحن هالكبه اللي عندنا، هلا بنروح نشيل الكبه الثانيه كمان، بنعجنها شوي صغيره بايدنا، بنعمل هالكره هيك، وبنبلش نحن باصبعنا، بنبلش نفوت، اكيد اذا بدك شوية مي فيك تحطي دائما على ايدك مي اذا لزقت، صح، بس الكف
يعني هلا يمكن صعب انه هيك نشتغل بالكفوف هيك بعملها نفس الطريقه هو مش صعب يعني. بس طلعي كيف قد ما فيكي باصبعك هون شدي عليها تصير شو رقيقه يعني انت بتمسكي هيك اصبعك هذا هون يلا شدي شوي معلش شدي شوي هون طلعوا كيف شدينا شدينا صار عندنا اياها فراغ كبير طلعوا كيف بنجيب نحن من الحشوه بنحطها بقلبها بهالطريقه وبنرجع بنبلش نسكر يعني اوكي سكرناها وراح علمك كمان طريقه حلوه اوكي يعني انت كيفك بالكبه اول شيء انا تمام اوكي كل هيك انا عندي هلا انا عندي اثر كبه بس انت فيكي تعملي كمان هيك بايدك وتجي انت تلفيها هيك طلعي كيف ايدك هون تعمليها هيك حول للمبتدئين طلعي كيف شفتي كيف بايدك شوي صغيره نتوفي بتغني لها دي شطه بطه اوكي مهم انه انا ما بتغني لها بترجع باكلها طلع شو حلوين نرجع ونحطهم هلا رجع لك اعملي حبه رجع لك بعد ساعه هلا صح بعد ثلاث ساعات طيب فنرجع انا لهون بعدنا دائما نحن ايدينا بالكبه رح نشيل الملحات من ايدينا اللي حطيناها اخر شيء رح نجيب نحن هالحشوه اللي عملناها اللي حطيناها هون او الكبه اللي طلعت معنا هلا هون تنشيلها كلها سوا ونفرجيكم كيف طلعت معنا الكبه هيدي كلها هون يا شيف شادي منبلش هيدي العجينه اللي عملناها بالبرغل الناعم برجع بعيد انا عندي هون طلع هيدي الكبه واو كمان عندي يا شيف شادي بنرجع كمان بنفرجيكم بس انه العجينه لكوينا قدامنا وانا رح صنع منها كمان حبه كمان من الكبه بس بتعرفوا انتم كمان اذا عملناها بالبرغل الاحمر الناعم بيطلع الكبه لونها حمراء اكثر للممنقليه بتطلع احمراره او بتحمر معنا بسرعه بس هذا مش معناتها وحياتكم انه اطيب لانه نفس الطعم كان البرغل الابيض والبرغل الاحمر الفرق لا يذكر ابدا ابدا وخاصه دادي اوكي طابطه اوكي دادي شطابطه ما بتصير كان عندي عالم يحبوني عزت كان عندي مشاهدين يحبوني كثير مش عم بعرف يعني عم يحاولوا يخسروني اياهم بطريقه او باخرى ماشي الحال هيدي هي الكبه عندنا هون ونرجع يا شيف شادي كيف الوضع؟ بيقدر يغني كل النهار هيك اوكي يلا اوكي برافو عليك طيب مش عملت هيك بس شيء يعني لك انا اذا غنيتي لي ما بصير محامي عم تفهم علي ويضلني شايف كل عمري يعني طيب شرفك يعني بس كثير حلوه لا بس منيحه عمالك شوي نمشي معنا اوكي لك كيف ترجع نعمل حبه وحده بايدك هيك اول شيء بلشي فيها تعجن على بعضها مزبوط اوكي نجي بنعمل خذي وحده ثانيه في كثير عملنا هيك الكره اوكي حطي ايدك شوي مي اوكي مش ما بتلزق على ايدك 100% ناخذ اصبعنا هون انت عندك اصبع مثلي هون بهيك حد هيدا في اصبع هو زيته هو نعم يلا فوت هون هيك نبلش هيك حطيناها بايدنا ونبلش هون بايدنا هيك يلا شوي تمام اوكي عادي وانت بصيركم عم اصبعك عم يضرب ليكي على الحواف تبعك طلعي هون ها شفتي كيف؟ قد ما فيك كبسي على ايدك يعني على كف ايدك اوكي طلعي هيك كبستي طلعي بعد طلعي هيك كبستي طلعي كيف نحن عنا هون ليك كيف صارت ليش انت هيك صارت وانا ما صارت لانه انت شاب شادي سبحان الله ليك هون كيف وهلا صار انا عندي هون الحشوه بيجي انا على الحشوه هيدي بردت فيني استعملها لانه بس ما كان صغير ما كان فيني بيجي انا بهالطريقه انا بحطها يلا بس بدنا نعمل شغله هلا بسرعه وسريعه جدا اول شيء لك هون كيف صارت انا عندي وهلا هون الكبي هيك اوكي وجينا حطينا الكبي هون سريعه جدا هي طنجره يا شيف شادي بسرعه ويني هون عندنا نار انا رح احطها قويه ما لازم تكون قويه عندنا اللبن عندنا حوالي انا رح احط هون نص كيلو من اللبن ما رح احط انا كثير من اللبن اوكي احبائي الزحينة شوي بس بليز عم بعرف انا عندي هون كل كيلو من اللبن بده ملعقتين من النشا وبعدين اكيد بدنا نحط له ملح بدنا نحط له نعنع يابس او كزبره وتوم بس نحن هون انا عندي كيلو رح اشيل منه نص كيلو طلع بهالطريقه هيك هو وبارد بعده منزيد لكل هون انا عندي نص كيلو لكل نص كيلو من اللبن ملعقه واحدة من النشا لكل كيلو ملعقه واحدة من النشا لا لحظه شو لكل نص كيلو ملعقه من النشا يعني نحن اليوم ناخذ النشا بناخذ عندنا ملعقه هاي ملعقه صغيره يعني بدنا منها اثنين لكو كيف لانه على البارد هيدي ملعقه صغيره وهي ملعقه صغيره يعني بيعملوا ملعقه كبيره من النشا لكل نص كيلو من اللبن اذا كان كيلو من اللبن نحط له ملعقتين من النشا هيدا كمان نورمال ومنبلش هلا هون كيف الوضع خلصته لك كمان هون يا بيي هي العجينه ما اطيبها برافو عليك يعني بنحطهم هون كلهم سوا هيك يصير عندنا هون عالم الكبه موجود على يميننا
حلو كتير. قديه طيبة نية؟ شفت شو حلوين؟ بلش انا هون كمان انا حرك هاللبن، اكيد بعده بارد، انا مولع تحته بس بعده بارد هو. طلعوا كيف؟ النشا مع اللبن. وهلا عندي شيء اسمه مقلي رح حطه انا على النار. هيدي المقلي طلع رح اجي اعمل فيها التوميت او اهرس فيها التوميت، قلزهم حمرهم شوي يعني قربهم للاحمرار مع النعنع اليابس او مع الريحان او مع الكزبرة اذا عندك كزبرة. اوكي يعني كل واحد ساعتها على زوه. انا بدي منك هات تجي لهون اعملي معروف شوي صغيرة بتحركي انت اللبن اوكي بطريقة كمان حلوة هيك فيك تشيلي كمان الكفوف عن ايديكي. مرسي. وانا هون رح اخد هلا هيك التوم رح اجي لهون حص واحد من التوم. طلع كيف هوب هوبا كفي هوبا 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 سبيني جون سبيني جون ما حدا بحل محل حدا يا الله بس بس اللي جون هوبا شو بتعملي جام جام ستا وحياتك انا بدي اوكي يلا انا عندي هون الحص هالثوم بهالطريقه هيك طلعوا كيف وبيجي انا بحط شوية زيت زيتون بقلب المقلي بهالطريقة يا رولا طلع كيف بس ما ننتبه نحنا ومنحط هيك ليكي كيف ها والتوميت عليهم سمع التوم شو عم يعمل عم يصير فيه اوكي هلا اللي بدي اعمله انا شغلي كمان كتير حلوة ليكي ليكي شو بده يصير واحد اثنين كيف الموضوع وهلا هون نرجعهم لعندك بالزمن دقينا بالاشرفية يلا جو يلا هون هيك برافو عليكي صار عندنا لكن هيك وانا عندي هلا هون شوي صغيره من النعنع اليابس ايوه وبلشوا يغلوا نحن عندنا على رواق لكن صار عندنا نعنع يابس لا عم تضحكوا على رولا كلكم سوا شو بكم رولا طلعينا برا اوكي نرجع نروق شوي اوكي تمسح عن جبينا لا عن عن طبتي علي مسح لكن كل كيلو من اللبن بترجيكم ملعقتين كبار من النشا بنحطهم مع بعضهم وبنخلطهم على البارد وبنحطهم على النار اوكي من بعد ذلك شو بصير بنحط مثل ما عملت انا التوم مع كمان مع الزيت فينا نكبهم فوقهم كما بنحط اللبن فوقهم مثل ما بدكم والنعنع اليابس الموجود وهلا اكيد رولا وراكي في الكبه اعملي معروف الكبه المقليه باكلهم اكيد رح يعني. نحط هلا نحن نعملها رح نحط بهار ليك شو رح نعمل بالكبه هودي الكبات الحلوين واو ليكوا هون ننزلهم هالكبه هون بهالطريقه بنخفف النار يا رولا كثير لانه غليت نحن عنا وبلش يعقد عنا شو يعقد عنا اللبن غير هلا في عالم بيحبوا يحطوا بيضه بقلبها بس ليش ما نحط بيضه حط شو بيعملوا حطينا بيضه البيضه هي بس حطيها تستوي بتجمد معنا اللبن كمان فهم علي كيف أوكي. بس نحن هون طلع كيف وهون هلا عم تغلي هلا شوي شوي بس ناقصنا نحن شو ملح يا شيف شادي هون هيك انا ما حطينا ملح بعد اوكي وعندنا كمان من البهار طلعوا كيف واو يا نحن انا بعتقد انا هلا خلصنا الطبخه يعني معنى انه نحن هلا بس تغلي شوي صغيره تكون خلصت اوكي لانه خلصنا خلص التوم حطينا الملح حطينا الكزبره بقلبها او حطينا نعم على اليابس اوكي اللبن النشا الكبه اللي عملناها فرجيناهم كيف عملنا الكبه قدامهم حشيناها بالحشو فرجيناهم الحشو يعني خلصنا الطبخه ما بدنا غير انه تغلي مع بعضها ونقدمها صح في هم لعق هون او انا بجيبونا من المعروف لك وين هون بنحرك شوي صغيره هيك الاطراف طلع كيف وبعد شوي صغيره بنقدم الكبه بلبن تبعيتنا ومنرجلجها كيف يعني؟ يعني بسرعة يا شيف شادي رح يعمل كمان شغلة حلوة الشيف شادي هلا وهي هون نقوي النار كمان تفي صغيرة بدي ارجع افهمهم لاعزائنا المشاهدين انه لحمة الانتركوت هيدا شكلها حلو كتير فيكم تستعملوها وهيدي حرام ما تتاكل نية حرام يعني انا اليوم اذا بعرف انه في لحام حبيتي اجى قصر لي انا قطعة انتركوت حلوة وبعرف اللحمة من وين جاية واصلها وفصلها وعمرها وسجل العدة تبعولها واذا كان عليها شيء او هيك اوكي كل شيء فيني اكلها نية كما انه كثير طيبين اكلها كمان تكون سينيون خلينا نسميها رير يعني ما تكون ويل دان ما تكون مستوية كثير تكون روزي بقلبها كمان ميديوم رير او ميديوم ويل هيدا شغلة كمان كثير حلوة اوكي
لقوا شو رح اعمل انا هون؟ رح اعمل على طريقة بيزمارك. طلعوا شو رح يصير لهيدا عملناه قبل، بس رح اعطي الله الفكرة الثانية. الله يرحمه بيزمارك يا حرام، مات من 113 سنة امبارح عاملين له تذكار 113 سنة. نعم. ملح هيك شوي صغيرة على المقلي، قلنا قبل منحط الملح على المقلي بس بدنا نقلي البيضة، بس هم منحط ملح هون أكتر شي. نحن إذا بدنا نيجي نطعم الطبخة منروح نحن على شوي صغيرة من تنقول الكمون عليها من فوق. أوكي طلعوا كيف عندي شوي صغيرة، أنا شوي صغيرة من الكزبرة عليها أنا هيك، بجي كمان على البهار اللي أنا عندي هون من دون أي مشكلة. طلعوا كيف ما منحط عليك ملح لانك بتنبعي المي من قلبك، يعني هيدي كمان شغله تذكروها دائما بهالطريقه هيك. روزماري منحط عليها شو ما بدكن من انواع الاعشاب بس ما تقربوا عليها الملح وبنجي. حبينا الموضوع هيك. هلا انا هون عملت خطا صغير، فيني اعرف شو هو الخطا؟ شو رايك انت الخطا؟ حطيت كثير زيت. فيك بس خطا نزل مني. انا شو بعمل هلا؟ طلعوا كيف بجي اوكي، يعني عليه انا غلبطت هون، منشيل الزيتات بهالمحرم اللي عندي، مننتقل لمعيل الثاني، وهون بيجي هلا طلعي المعيل الثاني انا عم بعملها شو على اي طريقه؟ شو الطريقه؟ بيزمارك. يلا هون كمان الملحات بهيدي الجهه هون، وهيدي بيضه هون. ننزل هيك شوي صغيرة حتى ما يروح البياض إلى مكان بعيد. ننطر 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 وننطر. وهلأ يا شيف شادي صرنا نحن عم نعمل شو؟ عم نعمل طريقة الستيك على بيزمارك المزبوطة الأصلية اللي بتعقد، بس عم نعملها مثل ما أنا بحبها. إذا ما بتحبوها كتير تكون ني مثل ما انا بحبها، فيكم تشوها قد ما بدكم، بس كل ما تشوها كل ما قسيت، فالافضل اذا بدنا اياها ويل دان شو نعمل فيها؟ نقصها، ما نعملها عالية كثير، اوكي؟ اعملوها اقل علو، يعني سماكة تكون قليلة وشوها من دون أي مشكلة. واو الكبة باللبن جاهزة. يا شيف شادي هون رح نشيل هيك نتفة صغيرة ورح نحط الحشوات كلهم قدامنا تيبينوا هيك بهالطريقة، طلعي شو حلوين. ورح اجيب انا الكبه تبعولك اللي انت عملتيهم هون، صوروا لي هيدي بليز اعملوا معروف هيك ركزوا لي عليهم. شوفوا الفرق بين تبعولي وتبعولي. اوكي دونت وري، بس انا بدي فرجيهم كمان البرغل اللي نحن نقعناه قبل بشوي صغير هاي هون. وهلا بدنا نسكب هون الكبه باللبن وطفينا. رح هلا ارجع على البيزمارك شوي صغيره. هيك وين قعدت انا؟ اه ايه عادي عادي. اوكي طلعوا هون كمان انا عندي هيدا الستيك. يا سلام طلعوا لي فيها بس. يا كيف طالعة؟ سلام. منقوي هلا شوي، وبجي انا هون بجي بشيل البيضة طلعي حطها من فوق. وبكفي شوية الشوي تبعولها على نار خفيفة تينك تانك دادي شطة بطة، خفيها مزبوط يا شيف شادي. ايه بالطوشة عن جد عم بحكي جد، والريحة كتير طيبة هيدي الأكلة عم بحكي هون، وكمان الأطيب أكيد. معقولة حدا يحط شي حداسة؟ أكيد فيك تحطي شو ما بدك. نحن هلا ارتكزنا على البيز أو عملنا الباس تبعولا، وأنتم بعدين اعملوا شو ما بدكم، بعدين حطي اللي بدك إياه، ما فرقاني معي، مهم كلية رير لأن أنا بحب كتير أنت تاكل بهالطريقة. يلا كبي بلبن طلعوا كيف يامي يا ماما. أوكي هودي هن الكبات بهالطريقة هون. جيبي صحن من فوق اعملي معروف، صحن غميق لكونه هون وراي هون، انتبهي. اوكي نقي واحد حلو ابن عائلة. هيدا مش حلو؟ هيدا مش ابن عائلة، ردي. كيف بعرف اذا ابن عائلة ام لا؟ ليك شو حلو، بس انا حبيت. هلا بنجيب شوي صغير، ليك شو حلوين، شوي صغير هون من الكزبرة عليها من فوق. يا حبيبي خلي هي ليه؟ هلك حبيبي شو بحبوا هالشكل. فيك تروحي فيكي ما بقى تكوني موجودة كلي. عطيناها الكبة وضحكنا على الرولا بالكبة بلبن. على فكرة يا سلام على البيزمارك، حلقة ممتعة. بكرة نترككم كمان بحلقة بعد أجمل من اليوم، عن جد عم تكون هيك حلقات حلوين، وإن شاء الله تكونوا عم تكتبوا كل شيء، عم تدونوا كل شيء. واللي ما حضر الحلقة مزبوط وما سمعها مزبوط يدخل على اليوتيوب، كل يوم الحلقات بتكون موجودة. رولا لقلك شادي، فينا نختمها كتير بسرعة؟ فينا بس انه يعرفوا شو رح نعمل بعدين؟ انا من الاشرفية ولا لا؟ انت من القلب الاشرفية. يعطيكم العافية، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالاطباق يلي رح انا اكلها، وبشوفكم التنين الجاي. باي.